ودي برضو من الحاجات اللي الفتره اللي فاتت كانت من النوادر، كل فتره تلاقي مدافع تعمل جيم كويس جدا وبتلاقي غلطه صغيره، غلطه جماعيه في خط الظهر، غلطه فرديه في نص الملعب. النهارده لا، النهارده جيم كامل، وانا شايف ان الجزء اللي لما الاهلي قفل على نفسه شويه جوه التمرين فرقت معاه. انا سمعت ان هو كان في معسكر القفله دي صدقني مع اللعيبه المصريه بتجيب كويس جدا. لو كمان جداً. الجلسه اللي عملها الكابتن محمود الخطيب قبل المباراه، لجنه الكوره كلها راحت هناك وكانت مع اللعيبه، فوصلت اللعيبه احساس ان انت لازم تفوق، لازم ترجع تاني لحالتك زي ما النهارده لعيبه الاهلي كلها كانت كويسه النهارده. ميدو جدا، يمكن النادي الاهلي لسه بيعاني من المشكله ميدو اللي هي الكرات الثابته اللي عليه. النهارده كان ممكن وفاس طيف يطلع متعادل في اخر كوره كرة ثابته، فالحاجات دي دايما عنده الاهلي مشاكل فيها دايما، فلازم يركز فيها الفتره اللي جايه، لان هناك هتبقى في كور ثابته كتير جدا، ولازم النادي الاهلي ان شاء الله هناك يروح يلعب على المكسب، ما يروحش يقف يا ميدو، فاهم؟ لان انت كوره فيها كل حاجه زي ما قال الكابتن عادل، وفي رومنتادات كتير جدا في تاريخ الكوره حصلت، فاهم؟ فانا اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله بس انت تاخد الايجابي برده من ده النهارده. جدو اتكلمت صح جدا على الكوره الثابته، بس النهارده من اقل الماتشات في الكوره المتحركه بقاش كوره ثابته. جدو اتكلم مظبوط على الكوره الثابته اللي في بدايه الشوط الثاني، فبدأ في اخر الشوط الاول. النهارده من الماتشات الكويسه جدا دفاعيا، لان انت النهارده اقل فرصه اتصنعت عليك. انت النهارده ما عندكش حاجات، الحته اللي ما بين علي معلول وبين المساك الشمال دي النهارده مقفوله. وياسر ابراهيم كان كويس على فكره جدا. الشوط الاول جداً. كمان جداً. كان بيقطع كويس كلهم، والتايمنج يعني الحته دي كان فيها حمل شويه يعني. التايمنج كلهم كان عندهم التايمنج كويس، وكان عندهم وكانوا اجريسيف جدا في التعامل مع كل كوره. فده لما الاهلي بيدي فول باور، بيدي ال 100% بتاعته، الحاجات دي بتقل. انا شايف ان الاهلي بيخلق فرص، بس مشكله الاهلي كانت قبل كده ان هو بيضيع، وفي نفس الوقت ممكن يستقبل في اي وقت. النهارده لا، انت النهارده الجيم اول كوره راحت على الشناوي امتى؟ في الدقيقه حاجه و70 اول كوره خطره. بس برضه عادل ارجع تاني للنقطه.